النهارده وان بلس اعلنت عن موبايل جديد اسمه وان بلس 7T. 7T مش 70 7T. الموبايل دوت انا مهتم بيه قوي ومنتظر نزوله في مصر بسبب كذا حاجه. اولا هو ارخص موبايل دلوقتي في السوق، بيقدم شاشه 90 هرتز ودي تجربه حلوه قوي لازم تجربوها. تقريبا هو اول موبايل ينزل في السوق باندرويد 10 من العلبه من غير ما تعمله تحديثات، هو هيطلع من العلبه على طول شغال باندرويد 10، ودوت تقريبا اكتر شركه بتحدث موبايلاتها بعد جوجل على طول. وثالثا كعاده وان بلس بتقدم لنا اقوى المواصفات اللي موجوده في السوق باقل سعر ممكن. هي حرفيا خدت شهرتها من الموضوع دوت لما نزلت لنا الوان بلس 1 والموبايل عملته، كان بيقدم كل الحاجات اللي بيقدمها اي موبايل رائد تاني وفي نص السعر حرفيا. دلوقتي بعد كذا سنه من الابداع والتطور ما بقاش الموضوع كده قوي بالظبط، ما بقاش لدرجه نص السعر، ولكن برضه لسه في فرق في السعر ملحوظ. فانا هتكلم معاك دلوقتي في الحاجات اللي مخلياني مهتم قوي كده بالوان بلس 7T، لان هو فعلا موبايل يستاهل الاهتمام دوت ويستاهل الانتظار دوت. مبدئيا علشان بس اشيل الحوار دوت من دماغي قبل ما اكمل كلام عن الموبايل، انا كاره التصميم. التصميم بتاع الموبايل دوت مش عاجبني تماما مقارنه بالوان بلس 7 برو اللي هو كان تقريبا اكتر تصميم موبايل عاجبني في السوق. الوان بلس 7T الفرق ما بينه وما بين ال 7 برو ان هو مش جايب شاشه ايدج وجايب حجم اصغر شويه، جايب ووتر دروب نوتش، وده كله مقبول بالنسبه لي. انا معصبني شكل الكاميرات اللي موجود في الظهر، مش عارف ليه شكلها وحش على الوان بلس 7T رغم ان هواوي عملت حاجه شبهها برده، وموتورولا طول عمرها بتعمل حاجه زي كده. هي برده ما كانتش بتعجبني في موتورولا بس برده مش عجباني في وان بلس. انا متعود اقول دايما ان التصميم اذواق، فاللي يعجبني ما يعجبكش واللي يعجبك ممكن ما يعجبنيش. زي فكره مثلا ان انا الوحيد تقريبا اللي بحب الايدج اللي موجود في الوان بلس 7 برو، معظم الناس كانت مبسوطه ان هو اتشال في الوان بلس 7T. بس اعتقد انا شايف ان معظم الناس ما اختلفتش قوي على فكره ان شكل الكاميرات اللي في الظهر في 7T مش حلوه قوي، فاعتقد احنا دلوقتي في حاله شبه اجماع على الموضوع ده، والتصميم الظهر بتاع الوان بلس 7T مش حلو على الاقل حتى زي الوان بلس 7 برو. بس الموبايل مش عباره عن تصميم بس، الموبايل فيه حاجات كتيره جدا عجباني هي اللي مخلاني مستنيه. الشاشه مثلا اللي موجوده في الموبايل دوت زي ما قلت عليها، هو دلوقتي ارخص موبايل بيقدم شاشه فيها ريفريش ريت 90 هرتز. ده معناها ان في الثانيه الواحده الشاشه بتجدد نفسها 90 مره، بتجدد الحاجات اللي معروض عليها 90 مره في الثانيه الواحده. وبمقارنه بالمنافسين زي سامسونج وزي ابل مثلا، الايفون ال11 وال11 برو اللي لسه نازلين كلهم 60 هرتز بس، مفيش شاشه فيهم 90 هرتز. فحرفيا دوت ارخص موبايل بيديلك شاشه 90 هرتز. ولو حد هيسالني ايه فايده الموضوع دوت قوي، الفكره ان هو بيحسسك بالسلاسه بتاعه الموبايل. كل ما بتاخد فريم ريتس اعلى، كل ما بيتعرض عندك صور اكتر في اللحظه الواحده او في الثانيه الواحده، كل ما بتحس ان الموضوع سلس اكتر. سواء وانت بتتفرج على فيديو، وانت بتلعب لعبه، وانت حتى بتقلب في الموبايل عادي، الموضوع دوت هتحس بيه. شاشة الموبايل دوت هي دقتها 1080p، مش زي الوان بلس 7 برو العادي اللي هو 1440. عملوا كده زي ما سامسونج عملت مع النوت 10 والنوت 10 بلس، فكره ان واحد فيهم بيكون 1080 وواحد فيهم 1440. انا بالنسبه لي كاحمد كمال، حتى الموبايلات اللي بتكون 1440 بخش على سيتنجز وبخليها 1080 علشان احافظ على البطاريه وتقعد معايا مده اطول، خصوصا ان انا نظري ما بيخلينيش الاحظ قوي الفرق. بس انا نظري مش 6 على 6 قوي، فالحته ديت بتختلف من شخص للتاني. معظم الناس ما بتحسش بالفرق قوي ما بين 1080 وال 1440 على شاشه صغيره زي شاشه الموبايل، بس الكلام دوت طبعا مش كل الناس، في بعض الناس هتتضايق من حاجه زي كده. حاجه من الحاجات اللي انا اعتقد ناس اكتر بتهتم بيها هي نوع الشاشه نفسه اللي هو اموليد، وهي الاضاءه بتاعه الشاشه واللي هي بتوصل لحد 1000 نتس تقريبا، ديت اعلى اضاءه في اي موبايل وان بلس قدمته لحد دلوقتي. الكاميرات بتاعه الموبايل هي تقريبا نفس الكاميرات اللي موجوده في الوان بلس 7 برو، الكاميرا الاساسيه هي بالظبط، الكاميرا الالترا وايد هي بالظبط. اما الكاميرا التليفوتو هي جاية اعلى من ناحية ان هي 12 ميجا بكسل، ولكن اقل من ناحية ان هي 2x زوم مش 3x زوم. انا شخصيا للاسف متوقع ان الكاميرات بتاعت الموبايل دوت مش هتكون هي نقطة القوة فيه قوي، مش هيحبط اي حد من ناحية الكاميرات، هيقدم لك كاميرات ممتازة، ولكن انا دلوقتي بفكر ايه المنافسين بتوعه. الايفون 11 مثلا اغلى 100 دولار وغالبا الكاميرات بتاعته هتكون احسن. الجوجل بيكسل 3A وال 3A XL الموبايلين دول ارخص ب 200 دولار تقريبا او ب 100 دولار، وبرده الكاميرات بتاعتهم هي نفس اللي موجوده في جوجل بيكسل 3 وال 3XL، فغالبا برضو الكاميرات بتاعتهم احسن من اللي هنشوفها في الوان بلس 7T. وغير كده كمان الموبايل اللي كنت بستعمله كموبايل اساسي بالنسبه لي الفتره اللي فاتت اللي هو الاونر 20 برو تقريبا هو بنفس السعر بالظبط، والموبايل دوت كان واخد تقييم من دي اكس او مارك كتاني احسن كاميرا في العالم وقت ما نزل تقريبا. هو دلوقتي مش محافظ على نفس الترتيب، ولكنه برضو يظل واحده من احسن الكاميرات اللي ممكن تشتريها وفي نفس السعر. فالمنافسه بالنسبه للوان بلس دلوقتي مش سهله قوي ان هي تخش فيها بالنسبه للكاميرات، ولكن مع
ذلك الصور والحاجات اللي انا شفتها للموبايل مخلاني متحمس له او منتظر ان انا اجربه، مش علشان هو احسن او اقوى موبايل في العالم، ولكن علشان القيمه اللي هو بيقدمها مقابل السعر بتاعه. سعر الموبايل دوت 600 دولار، يعني بالمصري مش مكمل 10,000 جنيه تقريبا. دوت واحد من ارخص الموبايلات في العالم اللي بتقدم لك سناب دراجون 855 بلس وبيقدم لك المميزات ديت اللي موجوده في الموبايل كلها. فاتمنى ان التوكيل بتاعهم هنا في مصر اللي هو KMG ما يتاخرش قوي في تنزيل الموبايل دوت هنا زي ما عمل مع الوان بلس 7 برو لحد ما اتحرق ومبقاش ليه لازمه قوي، وكمان نزل بسعر اغلى من سعره العالمي. لو KMG قدر ينزل الموبايل دوت بنفس السعر اللي هينزل فيه في USA، انا حتى مش بطلب السعر اللي هينزل فيه في الهند اللي هو 8,500 تقريبا، انا مستني نفس السعر بتاع امريكا اللي هو عامل حوالي 10,000 جنيه. لو نزل في سعر 10,000 جنيه هيكون واحد من احسن الموبايلات في الفئه السعريه ديت. تقريبا هيكون المنافس الوحيد بتاعه هو الاونر 20 برو. فانا في الفيديو دوت بتمنى ان KMG ينزل الموبايل دوت في مصر باسرع وقت ممكن، لان هو هيكون خيار كويس قوي بالنسبه لناس كتيره في الفئه السعريه ديت. من التجديدات اللي حصلت في الموبايل برضو هي سرعه الشحن بتاعته. الحقيقه رغم ان الشاحن برضو قوته او اعلى حاجه بيقدمها هو 30 واط زي اللي كان موجود في الوان بلس 7 برو، ولكن في فرق في المعدل اللي بيشحن بيه. اول نص ساعه مثلا الموبايل بيشحن المفروض 70% من البطاريه بتاعته في اول 30 دقيقه. انا لما بفكر دلوقتي مثلا في موبايل زي الايفون 11 اللي هو اغلى ب 100 دولار، واللي هو بيدعم شحن اخره 18 واط، الشحن السريع بتاعه 18 واط بس، بيشحنه في ساعتين وشويه، ولو انت استعملت الشاحن اللي موجود في العلبه مع الايفون 11 هتقعد تشحن الموبايل دوت حوالي 3 ساعات ونص 4 ساعات. المواضيع دي كلها بتخليني افتكر قد ايه وان بلس فعلا من الشركات اللي متقدمه جدا على باقي الشركات في موضوع سرعه الشحن دوت. طبعا دوت علشان وان بلس واوبو يعتبروا شركه واحده، او هما الاثنين مملوكين لشركه ام كبيره، واوبو طول عمرها بتقدم لنا شواحن الفوك اللي هي بتبقى اسرع شاحن في العالم، ففي تعاون غالبا ما بينهم في الحته دي كويس قوي. لو انت مهتم ان انت تشتري الوان بلس 7 تي شاركني برايك دوت في الكومنتات، وقول لي عموما هل انت بتتحمس لموبايلات وان بلس ولا لا. ما تنساش تعمل لايك لصفحتي على فيسبوك وتتابعني على انستغرام علشان تشوف كل الاخبار اللي انا بنزلها اول باول، ولكن الاهم طبعا انك تعمل سبسكرايب لقناه اليوتيوب بتاعتي علشان تشوف كل الفيديوهات اللي انا هنزلها بعد كده. وكالمعتاد كان معاكم احمد كمال من AK ريفيو، استنوني في الفيديو جاي.